أما العيلة التانية واللي مشرفانا في الاستوديو وهتنافس وبقوة للوصول لدور الستاشر من محافظة الأليوبية، نرحب كلنا بعيلة سالم. اشتركنا في البرنامج بناء على توجيهات من أصغر أعضاء الفريق منار اللي حضرت للبرنامج مع فريق المدرسة بمحاولة للاشتراك، ما كانش لهم نصيب، رجعت مصممة ان احنا لازم نحاول ان احنا نشترك في برنامج العباقرة للعائلات. طبعا انا ذاكرت وعملت سيرش كتير عن معلومات في كل الفروع على قد ما اقدر، بس في الاول وفي الاخر احنا جايين النهارده ان شاء الله معتمدين على الله ثم على دكتور كمال زوجي. هو برنامج العباقرة احنا كنا بنتابعه من زمان، من قبل العائلات من المدارس، وكنا حابين جدا نشارك فيه حتى لو ما تصعدناش، حتى لو ما عندناش المرحلة دي، اكيد هنستفيد كتير ان احنا نقابل استاذ عصام وان احنا نيجي ونقعد قدام الكاميرا، واكيد هنوصل حاجة حلوة لكل الناس وكل العائلات في مصر. هواية نسبة خوف، بس نسبة الخوف دي بيعادلها نسبة اللي احنا لا عايزين نفوز ان شاء الله ونجاوب على معظم الاسئلة اللي هنسألها، ربنا يسترها معانا. عائلة سالم الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. دكتور كمال ازاي حضرتك؟ الحمد لله نحمد الله. منورنا في الاستوديو. الله يبارك فيك يا دكتور. قول يا دكتور، مين صاحب فكرة الاشتراك؟ صاحب فكرة الاشتراك منار، أصغر أعضاء الفريق. كابتن الفريق يعني منار، أنت كابتن الفريق النهاردة. هي اللي جابتنا. برافو عليكي، هو ده الإصرار. ما دام أنت بتصري يا منار يبقى بإذن الله هتنجحي. عايز تبقي دكتورة أسنان. أيوه بالظبط. بإصرارك ده بإذن الله هتبقي دكتورة أسنان. قولي لي يا منار، هو اصلا عندنا يعني هم عايزين ادخل في المجال الطبي، فانا يعني اقسم البلد نصين وادخل اسنان، هبقى دخلت في المجال الطبي. وكمان انا كنت شايفه ان في مؤسسه خيريه عاملها دكتور برازيلي اسمه فيليب، هو عامل ان مؤسسه خيريه بيصلح سنان الناس كلها الفقراء والاغنياء ببلاش. وصلتي له ازاي؟ لقيت انا مشتركه في مواقع ليها علاقه بالحاجات دي ومعلومات طبيه، فلقيت الدكتور ده قدامي وبيعمل عمليات، والناس يعني قبل ما يبقى عندهم سنان وبعد ما يبقى عندهم سنان وتصلحت وبيبتسموا، ناس بتعيط ان هم اول مره يشوفوا ابتسامتهم. فالموضوع ده بجد اللي هو مأثر معايا، يعني انا لازم اشارك في ان حد يبتسم وان حد جداً يفرح. برافو عليك اولا ان انت بتابعي، وبرافو عليك ان انت كمان بتفكري في الخير. الحقيقه انا فخور بيكي، اولا شايفه مستقبلك وفي نفس الوقت بتفكري ازاي تقدمي الخير للناس. بتمنى لك كل التوفيق. شكرا. مدام عبير وجهاد هنتكلم مع بعض وسط الحلقه، برحب بيكم. نحيي كلنا عيله سالم.